يقول السائل: كيف يعاد المال المسروق علما أن إعادته لأهله يترتب عليها ضرر كبير؟ لا بد من إعادته إلى أهله بالطريقة التي ليس فيها ضرر، فإذا كان الضرر أشد ولا تتمكن من إيصال المال إلا بضرر أشد فعليك التوبة إلى الله والتخلص من هذا المال على نية أن الأجر لصاحبه للصدقة، تصدق به. نعم.